المي مأثر علينا 100%، يعني كل شهرين ثلاثة بيجينا شوية مي مش كثيرة، بنشتري تنكات. أعباء اقتصادية على المواطنين خاصة في ظل الأوضاع، يعني بدي يشتري تنكات مياه. بلدي فيه تنكات يعني عشان خدمة المواطنين. تنك المي اللي هو 3 كوب اليوم قاعدين بيبيعوه 120 و130 شيكل. وقديش متر المي؟ متر المي خلينا نقول نص شيكل، خلي شيكل. مشكلة المي هذه كل سنة إنه وعودات فيها، كل سنة كل ما يجينا رئيس بدنا نقعد معاه، أول مطلب كل المواطن كل مطلبهم مي، ما بطلعوا لأي شيء ثاني. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ومش شايفين خير أصلاً. تدعمنا وبدها تدعمنا مي وتدعمنا بكل إشي، هاي البوجه للسلطة. بطالب سلطة المياه إنه برفع الحصة المخصصة ليطة في كمية المياه، لأن الحصة المخصصة بتتناسبش مع عدد المواطنين في مدينة يطة. أنا لازم أستغنى عن البير لازم أستغنى عنه، اللي هو الخزان هذا، لازم المي عندي 24 ساعة. بطالب أول شيء السلطة، أنا إذا هو فيكون السبب الإسرائيلي يفتحوا معهم مجال أو حكي على المي هذه، يعني أعطوا كمية أكبر. وكمية المياه الآن عشرات السنوات، وكمية المياه مثل ما هي، ما تم زيادة هذه الكميات. شبكة المياه موجودة من العام 1974، هي شبكة قديمة جدا، هذا ما أدى إلى زيادة الفاقد، يعني بتحدث عن 40% فاقد في الشبكة. وطبعا هذا مفروض أنه إذا بده يصير شغل على زيادة حصة الفرد، بده تشتغل على زيادة الكمية، تشتغل كمان على تقليل الفاقد. أنا بدعو سلطة المياه الفلسطينية بالشراكة، طبعا إحنا نفكر إحنا وياهم بصوت عالي. أكثر معاناة في موضوع المياه هي مناطق جنوب محافظة الخليل، لعدة أسباب: بعدها عن المصادر طبعا بما فيها يطا، دورة، سموح، الظهرية، ريف دورة، بسبب بعدها عن المصادر، بسبب إشكاليات تتعلق بالفاقد والتعديات على الخطوط، تحقيق المشاريع فيما يخص الشبكة، إعادة تأهيل الشبكات الداخلية في الهيئات المحلية، بناء الخزانات، تشغيل أو بناء محطات طخ أو محطات دفع، هي كلها جميعها تحسن من الوضع العام للمياه. أكثر مرة خاطبنا وناشدنا الهيئات المحلية والمواطنين، أي حالات تعدي بتبين مع المواطن، بتبين عند الهيئة المحلية، لازم مفروض يبلغوا عنها مباشرة سلطة المياه والجهات الأمنية المختصة. سلطة المياه الفلسطينية بالنسبة ليطة كمثال طارحين عدة مشاريع ببناء خزانات، ببناء شبكات، ونأمل من الله أن هذه المشاريع خلال 2017 نأمل من الله أنها تنفذ، وهي تقريبا موافق عليها كتمويل من خلال مشاريع من USAID.